أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، وأكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مهامها خلال المرحلة الانتقالية، بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل. ورأى أن ذلك خطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي، على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتدادا للأمن القومي المصري. المزيد في التقرير التالي. أفضل مما كانت عليه. تنسيق مستمر يجري بين الجهات الرسمية المصرية والليبية، آخرها خلال لقاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية المصري سامح شكري. السيسي أكد للمنقوش دعم مصر للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية للتسوية السياسية وصولا إلى عقد الانتخابات الليبية في ديسمبر القادم. مصر تعتبر أن ليبيا ومصر أمن قومي، وإحنا حريصين دائما على هذا المسار يستكمل وينتهي بانتخابات تعبر عن إرادة الشعب الليبي. وزيرة الخارجية الليبية أشارت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون مؤسسات الدولة بما فيها توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء التدخلات الأجنبية وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. كما شددت الوزيرة على أهمية حقن دماء الليبيين من خلال وقف إطلاق النار، وأن استقرار ليبيا هو استقرار مصر، واستقرار مصر هو استقرار ليبيا، وهذه النظرة نحن التي نعول عليها. وفي لقائه مع نظيرته الليبية أمس، قال وزير الخارجية المصري إن القاهرة بحثت التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين 2 الذي ستطلق فيه مبادرة استقرار ليبيا كما جاء على لسان المنقوش. وعن علاقات بلادها مع مصر، ثمنت المنقوش استئناف عقد اللجنة القنصلية مع مصر بعد انقطاع دام 8 سنوات، ورحبت بوصول بعثة مصرية الشهر الماضي لفتح السفارة في طرابلس والقنصلية في بنغازي. كما تطلعت المنقوش لتعيين سفراء من الجانبين. زيارة المسؤولة الليبية للقاهرة سبقتها قبل يومين زيارة لرئيس المخابرات المصرية للعاصمة الليبية طرابلس، التقى فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة. اللقاء تناول تفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية والتنسيق لزيارة رئيس الحكومة الليبية إلى مصر. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. أهلا بك دكتور نافعة. هذه الزيارة وقبلها أيضا استقبال عباس كامل في ليبيا ربما يحيان بتغير موقف مصر مما يجري في ليبيا، وتحديدا يقرأها الكثيرون على أنها رسائل ربما عبر صندوق بريد حكومة الوحدة الليبية تحديدا للجنرال حفتر. تغير الموقف المصري من الأزمة الليبية واضح منذ فترة ليست بالقصيرة، ومصر الآن يعني بصدد الارتقاء بعلاقتها الدبلوماسية على المستوى الثنائي إلى مستوى السفراء، أي إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل. ومصر طرف رئيسي في الأزمة الليبية، هي كانت يعني تدعم أحد أطراف الصراع، لكنها الآن يعني تريد للحكومة الليبية الحالية أو للمؤسسات اللي انبثق عليها عنها الجهود الدولية الأخيرة، تريد لها أن تستقر. ومصر تؤكد من خلال زيارة وزيرة الخارجية هذه المرة أن تقول أنها مع وحدة الأراضي الليبية، أنها مع إعادة توحيد المؤسسات السياسية وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وأنها تريد دولة مستقرة وآمنة على حدودها الغربية. هذا هو ما تطمح إليه مصر، لكن طبعا واضح حتى مما جرى اليوم في ليبيا حول موضوع فتح الطريق واللغط الذي أثير حوله أن الأمور ليست يعني سهلة
أو ميسرة تماما، وبالتالي هناك محاولات من جانب أطراف ليبية أن تستغل أو أن تحاول إعادة ترتيب أوراقها لكي تكون في وضع يعني أفضل ما يمكن عندما يحين موعد الانتخابات القادمة. لكن أظن أن مصر الآن تحاول بالفعل جاهدة أن تساعد على تحقيق الاستقرار في ليبيا، لكن هي ليست الطرف الوحيد، هناك لاعبين آخرين على الساحة، أطراف إقليمية وأطراف دولية، وبالتالي مصر جزء من هذه العملية الكبيرة والمتسعة نعم أو المتشعبة. نعم دكتور، يعني هل تغيير مصر لربما هذا التغيير الطفيف ربما حتى الآن في اصطفافها أو دعمها لأحد طرفي الصراع في ليبيا من شأنه أن يؤثر على دعمها للطرف الآخر، أم أنها تحاول أن تمسك العصا من المنتصف على الأقل حتى الآن برأيك؟ لا، القضية ليست هكذا ولا تطرح هكذا في مصر. يعني كانت هناك أطراف إقليمية ودولية منخرطة في الصراع، وكل طرف يعني يحاول أو لديه أو يسعى لتقديم المساندة لطرف يرى أنه يعني الأقرب إليه أو شيء من هذا القبيل. ولكن عندما تم التوصل إلى يعني وضعت خطوط حمراء في البداية، وكادت الأمور تصل إلى صدام مسلح بين الأطراف الإقليمية، لكن عندما بدأت الأمور في التحرك في اتجاه عملية تسوية وارتدت الأطراف الليبية كلها يعني ارتدت خارطة طريق معينة، مصر الآن ملتزمة بخارطة الطريق، وبالتالي تريد مساعدة الأطراف الليبية كافة، وهي ليست منحازة الآن لطرف على حساب طرف آخر، إنما هي تحاول أن تسعى لبذل جهدها واستخدام نفوذها من أجل الوصول بالمسار السياسي يعني الذي تم الاتفاق عليه إلى نهايته. طبعا هناك مؤتمر برلين الثاني الذي يعقد نعم بعد يومين، وبالتالي ستكون مصر يعني داعمة لهذا المؤتمر، وتحاول دفع الأطراف كلها وليس فقط خليفة حفتر أو الأطراف الليبية التي لها علاقة قوية بها، إنما هي الآن لديها علاقات متشعبة أظن مع كل الأطراف ومنفتحة على كل الأطراف، حتى الطرف التركي أظن أن موضوع ليبيا هو أحد المحاور التي يعني يبدو يدور أن هنالك تقارب بالفعل في وجهات النظر بين مصر وتركيا حول موضوع ليبيا، لكن ما أود أن أسألك عنه ربما هو عن الطرف الآخر. هناك قوى إقليمية أخرى منخرطة مع مصر على الأقل خلال السنوات الماضية في دعمها لجهة دون أخرى في ليبيا. الآن تغير موقف مصر كما تقول، هل تتقاسم هذه القوى الإقليمية وجهة النظر ذاتها مع القاهرة حيال ما يجري في ليبيا، أم أن هنالك يعني كما يقال اتفاق على عدم الاتفاق؟ لا، كل طرف لديه رؤية لمصالحه وكيف تتحقق هذه المصالح داخل يعني من خلال الأزمة الليبية. لكن فيما يتعلق بمصر الآن، هي أصبحت طرف يعني داعم لعملية التسوية ويحاول الدفع نعم، في هل اتجاه هي التسوية. لوحدها داعمة لهذه العملية ضمن لا الحلف لا، الذي طبعا كان موجود؟ هي لا تستطيع أن تفرض وجهة نظرها ولا تستطيع أن يعني تقرر نيابة عن الأطراف الليبية ما لم تتوافق الأطراف الليبية بمساعدة القوى الإقليمية الداعمة لها، ما لم تتوافق معها، لأن القضية هي أولا وأخيرا قضية ليبية، ولا لا لا لم يستطع أي طرف إقليمي أو طرف دولي أو حتى المجتمع الدولي أن يفرض وجهة نظر معينة على الأطراف الليبية، وبالتالي الأساس في التسوية هي الأطراف الليبية نفسها. مصر قد يعني تستطيع أن تساعد من خلال دفع الأطراف إلى التوافق في الإطار الذي ترى مصر أنه يحقق مصالحها الوطنية، ومصالحها هي مصالح أمنية في المقام الأول، لأن مصر اكتوت بنار يعني التنظيمات المسلحة في ليبيا التي استخدمت الأراضي الليبية
للقيام نعم بعمليات تخريبية داخل الحدود المصرية، ولذلك القضية الأمنية هي القضية الأساسية بالنسبة لمصر، ومصر تريد أن ترى دولة ليبية موحدة مستقرة لها مؤسسات واحدة لها عنوان واحد تستطيع أن تضبط الحدود وتستطيع أن تحقق الاستقرار، بالإضافة طبعا إلى العلاقات الاقتصادية والثقافية المهمة جدا بين الشعبين المصري والليبي. مصر تريد تطوير هذه العلاقة ودفعها إلى أقصى مدى ممكن. شكرا جزيلا لك دكتور حسن نافع، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، كنت معنا من العاصمة المصرية.